هذا احنا بكرنا لكم بمروان جمعه مباركه. كم طلعت الله اليوم دعم؟ كم طلعت الله قد الان؟ ب10,000 ها؟ ب10,000 كل يوم كم تطلب الله؟ اليوم امس كم طلعت الله؟ امس بكم؟ لا امس كثير. اليوم 50. ايوه كم قوة الرباط اللي معك؟ يعني 50 طلعت لها صافي قاري المصاريف حق القطع حق الغداء حق يعني الوحدة؟ ايوه وانتم كم لكم هنا؟ ما هو؟ هي انا اقول لك طلب الله ب 50 تقول ايش بيك عملك؟ والله بيك عملك نشتغلنا امس عمل ما تقول لي انت طب 50,000 الرجال والله 50,000 لا صافي هذه بس وغدا بكم غدا الجيش؟ الغدا غدينا العفص كامل امس غداهم كلهم؟ هذا هو العفص اللي غداهم كلهم ايوه غديناهم بكم غديتهم؟ غديناهم ب 16 يجيب 17 ايوه كم قوتهم؟ القطع عليهم ما تقدم مره من حبه راس مدير من لقب صاحب المطعم مسك عدي ها؟ خربها ابو سعد هي انا هي قال ليش انت داب ولا معك ريال قال معه الراجل خرب انت حاسد ولا شنو شغال احسن منك ها؟ نعم امانة عليك بكم ثلاث طلاب طيب اليوم دحين الناس هناك اللي جنبك ولا ما يقعوا لك؟ ما صار انا صار بالله عليك قلت بالله ساهر خدام تنقصوا من هيبته؟ كم تجيبوا امانة عليكم؟ تحت جهر هذا ولا منو؟ امان عليك ما يقربوا لك اللي جنبك. وينو؟ ها؟ يا جماعه تحرقوا والله الرجال ما لكم ساهر شي خدام؟ نعم ساهر خدام ولا ما ساهر شي خدام؟ لا امانه؟ البيت ما لحد لك مصدق لك. والله والله الرجال هذا عندنا من بيت. واحد غير يخدم معك والله من ضمن المعلقين. يا ابو غيث هذا اليوم عند مروان. ما هنجر انك كنت خليت تقع عليه يعمل لك اللي يصلح لك المذيع المره الاولى شيء انت بخزين اكيد اكيد ما قال لك اقوم على القطلات ها انت ما قدروا لو اتفقوا ايوه خدين كياب بعد كمل القع كمل القع حق الجيش بالقاش انا كلم قدم مع العلا ها يقول لي عيقب صليح المعتال العنيم ها عليم قلنا انا كلم خزنوه يرجع القتل هذا مقحمة عيده يا احمد بنفسك غلط والله ما غلط من جاي والله من جاي الله غير البوري يعني لا القط والله شيء والله ضروري القط مالك هو معك عناد تمام هات ابو عناد حتى ما يرون لك شانينك من قدره تعال والله قد حق اليوم ما اقول لهم جمعه مباركه اقول لهم صباح الخير علينا وعليكم صباح الخير ها تستاهلوا بك والله احرقتوا يا جماعه احرقتوا لا لا من حق امس كنا بارحي ها ما كنت قوت ب 50,000 تطلب الله ب 500 سعودي حطت قوت بارحي هي جوبوها هذا الوزن حق البارح هذا الملي حق البارح باقي كلهم قيام وهذا المظلوم حقنا وهذا البارح اليوم تحياتنا لكم كلكم